I've been preparing for my big day like for 2 weeks. I was so happy, like all the other girls. I'm getting married. My parents are gonna be happy seeing me in a white dress. I'll be looking like a princess and everything. While what happened during the explosion, here there's no word to explain what happened. I feel so sad. عنا نشوف حوالينا شيء محزن كثير يعني يعني ما 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 بينوصفوا الاضرار وصوت الانفجار عنا لهلا يعني بحس انه في صدمه نحن صدمه لانه ما في شيء سمعته بحياتي مثل صوت هذا الانفجار ابدا. لبنان بالنسبه لي اكثر من وطن اكثر من بلد. ما في اقول لك بكلمه شو لبنان بالنسبه لي، بس من بعد الاوضاع اللي صارت ما حاحكي وقت الانفجار اللي صار من وقت تقريبا سبتمبر 2019 لغايه قبل الانفجار كنا لو كان في امل 1% انه نعيش، من بعد اللي صار امبارح اكيد صعب.